كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. الغذاء الصحي أثناء شهر رمضان لا يختلف عن الغذاء الصحي أثناء ما قبل رمضان. المهم مراعاة التناسب والتوازن بالوجبة على أن لا تكثر من السكر البسيط ومن الدهون في أي من الوجبات، لأن هذا له تأثير سلبي على ارتفاع السكر. والمهم الإكثار من شرب الماء حتى لا تحصل على جفاف أثناء الصيام.